عظيم يريد يشتري غرفة الزواج إخواني هالأيام، عظيم يريد يشتري غرفة الزواج هالأيام، قايلي له ما يجوز. لا يجوز، ما في إشكال. طبيعي لما تروح تشتري غرفة الزواج مو تهلهلون تصفقون وكذا وشكليات، هذا أيام حزن، أيام وفاة الإمام واستشهاد الإمام الحسين، ما بيها مظاهر فرح. روح اشتري الغرفة ودي ينصبوها بالغرفة إن شاء الله تعالى وتتزوج بعد سفر. لا إشكال في شرائك شيء يرتبط بالزواج أو انتقال إلى بيت أو شراء دار أو شراء سيارة، أي شيء، أي مشكلة ما أكو في محرم وصفر. مظاهر الفرح لا تكون لأنه خلاف مواساة أهل البيت، هاي بس. واضح حبيبي؟